من بعد هيدا الفيديو رح تنسى تشات جي بي تي وتنتقل على موقع أقوى وبخصائص جديدة رح تسهل لك حياتك بعد أكثر من تشات جي بي تي. موقع اليوم هو جوجل يلي كتار منكم سمع عنه، وهو موقع منافس لتشات جي بي تي من شركة جوجل. ليش اليوم لحتى بلشنا نحكي عنه؟ لأن هلأ نزلت شركة جوجل تحديث جديد على هيدا الموقع وأصبح بيفهم وبيكتب اللغة العربية. يمكن عم تتساءل ليش قلنا انه جوجل بارد اقوى من تشات جي بي تي. هيدا رح يكون موضوع فيديو اليوم يلي رح نحكي فيه عن كل الخصائص الموجودة وكيف بدنا نستفيد منها. بس قبل ما ندخل بتفاصيل الفيديو بدي اذكركن انه اعتبارا من اول شهر اغسطس رح اختار 2 من متابعين القناة وساعدن انه يحققوا الشروط من يوتيوب ويفعلوا الربح على قناتن. كل يلي عليكن تعملوه انه تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك وكومنت للفيديو. بالعودة لموقع جوجل بارد، أول خاصية وأهمها هي إنه جوجل بارد مجاني 100% على عكس تشات جي بي تي 4 يلي آخر نسخة منه وأصبح مدفوع، وقيمة النسخة الأصلية هي الوحيدة المجانية من تشات جي بي تي. تاني خاصية لموقع جوجل بارد هي إنه معلوماته محدثة لسنة 2023 على عكس موقع تشات جي بي تي يلي متوقف التحديث عنه حتى سنة 2021. ومش بس هيك، مثل ما الكل بيعرف انه جوجل عندها اكبر قاعدة بيانات بالعالم لكل المعلومات الموجودة على الانترنت. هيدا الشيء اللي بيخلي جوجل بارد يكون عنده امكانية اكبر انه يعطيك جواب اداء لاي سؤال او طلب تطلبه منه. هيدي هي الشاشة الرئيسية لجوجل بارد يلي شايفينها قدامكم. كل يلي عليكم تعملوه انه تسجلوا بالحساب جوجل تبعكم. أنا داخل باللغة الأجنبية لأنه اللابتوب عندي باللغة الأجنبية، بس إذا أنتوا عندكم الجهاز باللغة العربية رح تلاقوها كلها باللغة العربية. رح جرب أنا أحكي باللغة العربية لشوف إذا رح يفهم علي. رح أقول له مثلا هل تتكلم العربية؟ مثل ما شفتوا قال لي نعم أنا أتكلم العربية، هل تريد أن أترجم لك أي شيء؟ يعني هو فهم علي. والحلو بهيدا الموقع أنه هلا الجواب قصير، بس اذا كان الجواب طويل انتم عندكم خاصيه انه تقدروا تسمعوا الجواب بدل ما تقروه اذا ما كان عندكم وقت او عم تعملوا شيء تاني. فالجواب انتم فيكم تسمعوه بنفس الوقت تكونوا عم تعملوا شيء تاني. الخاصيه الحلوه فيه كمان انه فيكم تحكوا معه بالصوت. يعني اذا رحنا هون مثل ما انا شايفين عنا المايك، اذا انا هلا بحكي اكيد رح تطلع باللغه الاجنبيه لانه انا مثل ما قلت لكم هو بالانجلش، بس إذا أنتوا داخلين بالعربي وعم تحكوا خلينا نشوف كيف رح يطلع الكلام هون بالبرومت يلي أنا عم بحكي. مرحبا جوجل بارد. هلا أخذ إنه شيء بالإنجليش مثل ما قلت لكم، أنا وعم بحكي حتى بعده عم بيطلع. بكل بساطة أنتوا إذا عندكم شيء باللغة العربية وبدكم تحكوا معه بالصوت، كل اللي عليكم تعملوا تفعلوا المايك تبعكم وتحكوا معه، هو رح يحولكم كلامكم لنص مكتوب وبتطلبوا منه أي شيء. مع الملاحظة أنه فيكن تحكوا معه بأي لهجة عربية، يعني مش مضطرين تحكوا معه باللهجة الفصحى. إذا حكيتوا معه باللهجة اللبنانية، المصرية، المغربية، الخليجية، أي شيء هو قادر يفهمها بشكل دقيق ويرد عليكم ويكون كمان جوابه دقيق. بتمنى كتير أنه تجربوا هذه الخاصية وتردولي تحطولي بالكومنت إذا لقيتوا الجواب يلي انتو بدكن اياه. والخاصية الأخيرة يلي بدنا نحكي فيها هي خاصية رفع الملفات. أنا هون قادر أرفع له ملفات، وهيدي الملفات بقدر أطلب منه أنه يطلع لي معلومات منها أو يعمل لي اختصار لهيدا الملف أو يترجم لي الملف أو يعطيني يفسر لي الملف إذا أنا مش فاهم أي شيء أنا بدي إياه من هيدا الملف. قادر حمل له الملف واطلبه من جوجل بارد، هو رح يجاوب علي. بتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو اليوم، وان شاء الله بالايام القادمه رح نتوسع اكثر بالشرح عن موقع جوجل بارد وكيف فينا نستفيد منه حتى نطلع مصاري باكثر من طريقه. اعطوني رايكم بالتعليق عن موقع جوجل بارد اذا جربتوه، وخبروني اذا بعد ما صار متاح ببلدكم. ولكل يلي بعد ما اشترك بالقناه بتمنى يشترك، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، وبشوفكم بالفيديو الجاي.